ازيكم يا بناتي حلوين؟ النهاردة هنتكلم عن كل حاجة عن التفتيح. جبت لكم كل الطرق اللي ليها علاقة بالتفتيح، طرق طبيعية وكريمات وكل حاجة انا جربتها وبتجيب نتيجة للتفتيح، سواء كان للبشرة او كان للجسم. اول حاجة بالنسبة للحاجات الطبيعية وأكتر حاجة بتجيب نتيجة هي الرز. الرز من أكتر الحاجات، وهو أول حاجة أنا جايباها في المكونات الطبيعية. المية بتاعة الرز لوحدها بتفتح. لو أنا استعملت الرز ده وهو مطحون، اشتريته جاهز أو طحنته في البيت، بس الأفضل إنكم تجيبوه جاهز وعملتوه بلبن على بشرتكم كماسك او للجسم كمقشر او كماسك، هيفتح جدا. الحلو كمان في الرز، سواء كانت مية رز او الرز المطحون، انه ممكن يطلع البقع البنية الموجودة في البشرة سريع جدا في النتيجة، بس طبعا لازم نداوم عليه فترة برضو عشان يجيب معانا نتيجة كويسة على حسب يعني المشكلة اللي عندنا. فالرز أول حاجة في الحاجات الطبيعية كان لازم أذكرها بصراحة، لأنه أهم حاجة من الحاجات دي. تاني حاجة الكركم. الكركم بجد حلو جدا في تفتيح الجسم وتفتيح الإيد وتفتيح البشرة. فكرة ان هو بيسيب لون على الجلد بعد ما بنحطه، على حسب نوعه. ده الكركم بتاع الماسكات وبتاع كمان الاكل، ده بتاع امتنان، ده افضل كركم. لكن بتاع الاكل بس ده اللي هيبقى هيسيب اثر وبتاع. وعموما ماسكات الكركم كتير. الحلو كمان في الكركم انه يعتبر مقشر خفيف، فممكن نستعمله على بشرتي. بيشيل شوية من الهالات السوداء. ممكن استعمله مع مية ورد او مية زهر، او استعمله باللبن اعمله كماسك. ممكن كمان اعمله كمقشر، احط معاه سكر وزيت. لو حتى ساب اثر ممكن اعمله اشيله بلبن او بخل تفاح مخفف بالمية. بس عموما الكركم برضو من الحاجات السريعة في التفتيح. حبيت اقولها لكم، انا كنت عملت لكم قبل كده ماسك بيه، هبقى اسيبه لكم في صندوق الوصف، وانتوا عموما هتلاقوه في العناية بالجسم. كنت عملت قبل كده تقريبا وصفتين بيه. بعد كده هاجي عند الزيوت. اول زيت بيفتح جدا البقع هو زيت جنين القمح، اللي هو اصغر الزيت قصادكم، هو اغلى زيت فيهم. زيت جنين القمح غالي شوية، في ناس بتاخده عن طريق الفم يعني ليه فيتامين، بس انا بجيبه بس للشعر والجسم. جنين القمح عموما بيفتح، يعني انصح بيه للجسم اكتر من الوش، نتيجته برضو سريعة جدا. لكن زيت جنين القمح ما تجيبهوش من العطار، لانه هيبقى مغشوش، لان هو غالي جدا اصلا، فالعطار هيبيعهولك مغشوش. هاتي من امتنان اضمن حاجه. بلاش كمان زيوت نيفرتاري، لان سمعت انهم بيسيحوا فازلين تقريبا وبيضيفوها على الزيوت، والزيوت بتاعتهم جودتها سيئه وكده. فزيت جنين القمح من الحاجات الحلوة جدا في التفتيح. شيليه في التلاجة لانه بيتأكسد، خلي بالك. ودايما بنصح الزيوت واحنا بنحطها نكون قافلين الانوار او مش هنتعرض للشمس عشان ما نغمقش ونجيب نتيجة عكسية. كمان الازازة اللي بعد زيت جنين القمح اللي هي حجمها متوسط دي جليسرين، سواء كان زيت الجليسرين او جليسرين العادي بيفتح مع مع الليمون. لو جربتي ليمونة مع الجليسرين كمية متساوية، حطيتيهم على ايدك او على اي مكان عندك غامق، طبعا الوش لا، انا بتكلم على الجسم،
او الايد او الرجل او كده، برضو مش الاماكن الحساسة لان ده حاجة تقيلة عليها. لو جربتي انك تعمليها بالليل وغطيتي نفسك اللي هو الستريتش ده بتاع الاكل او الحاجات البلاستيك ونمتي وصحيتي تاني يوم، هتلاقي نتيجة حلوة جدا، نعومة وتفتيح. فالجليسرين مع الليمون بيفتح جدا وبيرطب كمان. بعد كده بقى زيت ده انا بسميه زيت ملك التفتيح، هو زيت اللوز الحلو. انا اتكلمت عنه كتير، هو حلو جدا. في ناس بتحبه على بشرتهم، انا قلت لكم قبل كده للامانه ان هو مش مناسب لبشرتي، لكن انا بحبه جدا على جسمي وعلى ايدي قوي. ما بحبوش على شعري، برضو بينشف شعري، بس في ناس بتستعمله وتمام معاهم. انا نشف شعري بصراحه فما جبتهوش، ما بقتش قصدي استعمله على بشرتي او على شعري. زيت اللوز الحلو يا بنات بجد ما حدش بيتكلم عنه كتير، من احسن الزيوت اللي بتفتح في الحياة، ممتاز بجد. لو استعملتيه بانتظام، خصوصا لو انت عروسة وعندك مشاكل على جسمك بالليل وكل حاجة، البقع البنية هتختفي تماما. بعد كده عندك البرطمان اللي فيه باودر ابيض ده، الحنة البيضاء. الحنة البيضاء يعني انا عملتها معاكم قبل كده، من احسن الحاجات اللي بتستخدم في التفتيح. انا كنت عملتها قبل كده هتلاقوها، بس هقولها سريعا برضو عشان لو محدش شاف الفيديو ده اول فيديو يشوفه ليا عشان يبقى عنده فكرة. برضو هي مكوناتها ترمس مطحون، حمص مطحون، نشا، لسان بحر، والرز مطحون، قلت شوفان مطحون، دقيق، مش عارفة تقريبا في حاجة تانية موجودة ولا لأ، بس عموما دي أغلب المكونات المهمة في التفتيح. وبقوا ارجعوا تاني شوفوا الفيديو. لو خدتي الكمية من الحاجات اللي قلتها دي وعملتي الحنة البيضاء وخلطتيها مع الزبادي أو مع اللبن، هتلاقي نتيجة حلوة جدا برضو في التفتيح السريع جدا، لأن الحاجات دي عموما بتفتح. فالخلطة دي كلها هتعمل معاكي نتيجة سريعة. الحلو كمان في الحنة البيضاء ان هي تنفع للأماكن الحساسة، طبعا الزيوت كلها ما تنفعش، ماسك الكركم ممكن للأماكن الحساسة والرز المطحون، لكن الزيوت والجليسرين لا. الكريمات اللي انا هقولها بعد كده ما تنفعش برضو، دي للجسم وللوش بس. ده كده بالنسبة لكل الحاجات الطبيعية، دي كل الحاجات الطبيعية اللي اتكلمنا عنها. بعد كده هنبدأ ندخل في قصة الكريمات والحاجات دي. أول حاجة بس عايزة أقولها لكم، ده اللي هو فيتامين سي. أول حاجة شايفينها اللي عليها برتقانة دي، دي في بنات كتير أنا بشوفهم بيجيبوا القرص وبيحطوا عليه مية مكتر ومش عارفة مية ورد وجليسرين، مش فاكرة ايه تاني، ولا صبار باين، بيقولوا ده سيرم فيتامين سي بديل اللي بتاع زبادي شوب او بديل يعني السيرم فيتامين سي، خصوصا بعد الديرما رولر ومش عارفة ايه الكلام ده. الكلام ده مش حقيقي، ده استخدامه عن طريق الفم بس. وعايزه اقول لكم انه بيدي نضاره للبشره فيتامين سي، وبيفتح، بيساعد في التفتيح عن طريق ان انت بتاخديه، بس ما ناخدوش كتير، هو شهر واحد بس. ممكن مع كورس التفتيح اللي احنا هنعمله ده وبعد كده هنوقفه 3 شهور ونرجع تاني ناخده. انا باخده دايما مع الحديد عشان يسرع عمليه امتصاص الحديد، لكن ده ما ينفعش ناخده كل يوم كده عمال على بطال، لان ده كده احنا بنأذي الكليه بتاعتنا. فده بس بيبقى شهر، ممكن تاخديه مع الحديد في الكورس بتاع التفتيح اللي انت هتعمليه، او حتى لو انت عروسة خدي ايه قبل الجواز بشهر وكده. بعد كده هنيجي عند الكريمات. الكريم ده انا كنت اتكلمت عنه قبل كده، ده احسن كريم تفتيح انا استعملته، سريع في النتيجة، انا بحبه جدا، بحبه لانه خفيف على بشرتي، مبيدهنش بشرتي، وليه ريحه حلوه ومفهوش كحول.
لان اغلبيه الكريمات اللي بيبقى ريحتها حلوه زي نيفيا وايفا يعني الكريمات دي عموما بيبقى فيها كحول، ف بتغمق بشرتنا. في بنات بتجيب كريم جونسون ومعرفش نيفيا سوفت بتقول ترطيبه خفيف وكده، ده بيبقى فيه كحول فبيغمق بشرتك، فمهما هتستعملي في سان بلوك هتلاقي بشرتك بتغمق برضو. فلازم نستعمل كريمات طبية او على الاقل ما فيهاش كحول، فبعيدي عن الحاجات اللي ليها ريحة عموما، غير لو كانت طبعا بتبقى في حاجات بتبقى من زيوت عطرية معمولة بتركيز معين، والحاجات دي بيبقى الموضوع مختلف. الكريم ده انا قلت كريمات التفتيح بيبقى فيها نسبة من التقشير شوية، فلازم نستعملها بالليل. ما فيش حاجة اسمها كريم تفتيح بستعمله في النهار وانا نازلة عادي ومعرفش ايه والكلام ده كله، ولا ينفع انت تستعمليها وتشغلي النور، ولا وانت تاني مرة هتحطي ميك اب. لا، حاولي ان انت تبعدي يومين عن الميك اب وعن الاضواء، النور ونور الشمس او النور العادي او البوتاجاز الحرارة بتاعته. على طول حطي سان بلوك. الروتين بتاع كريم التفتيح هو نفس روتين كريم اكراتين اللي هو اخر واحد انتوا شايفينه ده 18 جنيه بس، وده كريم مقشر نفس الروتين بتاعه بتاع الكراتين، هو نفس الكريم التفتيح ده. طبعا هو مش كريم تقشير، كريم التفتيح مش كريم تقشير، بس كريم التفتيح بيفتح البشرة بس بيقشر جزء منها، لكن كريم التقشير ده بيشيل الحبوب وبيقشر طبقة من الجلد بتساعد ان تتجدد الخلايا، فبشرتك يعني تبدأ لونها يبقى فاتح، بيشيل اثار الحبوب والبقع البنيه كمان على فكره اكراتين، لكن بياخد وقت شويه. البقع البنيه والحاجات دي بتاخد وقت، اللي هي البقع البنيه نتيجه اثار الحبوب مش اللي هي نتيجه الشمس، دي بتاخد وقت شويه، فانتظموا عليه واستعملوه صح عشان تلاقوا نتيجه كويسه. الكريم اكراتين بيساعد على التفتيح ان هو بيقشر البشرة، ينفع ان انت تستعمليه على جسمك كله ما عدا الاماكن الحساسة وما عدا تحت الابط بس، غير كده استعمليه زي ما انت عايزة على وشك وعلى جسمك كله. الروتين بتاعه اول مرة هتستعمليه في حياتك ما استعملتيهوش تاني، هتجيبي تركيز اللي هو الربع، هتقولي للصيدلية اديني تركيز 25 اللي هو الربع، 25 من 100 يعني. هتحطيه بالليل، وبعدين نص ساعة تغسلي بشرتك من أثره كده، وبعد كده هتصحي تاني يوم هتستعمليه بقى عادي بالليل والدنيا كلها متقفلة. طبعا لازم الأول تشوفي إذا كان بشرتك هيحصل لها حساسية منه ولا لا، لو حصلت حساسية ومشكلة كبيرة هتوقفيه. وكمان مهم جدا ان انتي ما تكتريش من الكميات، فمهم جدا ان انتي ما تكتريش من الكمية بتاعته، لا جزء بسيط على بشرتك كلها. هتحطيه بالليل وبعد كده هتصحي الصبح هتستعملي الصن بلوك وانتي مش متعرضة للشمس ولا اي حاجة، حتى لو انتي قاعدة في البيت ومش هتحطي ميك اب، بعديها بنص ساعة تحطي كريم مرطب اللي انتي بتستعمليه، بس يكون مرطب قوي لان اكراتين بيحتاج ترطيب قوي والا هيجيب نتيجة عكسية. وهتستني كمان ساعتين ثلاثة وترطبي بشرتك تاني، او تحطي صن بلوك وبعد كده ترطبي بشرتك تاني، مهم جدا عشان يجيب معاكي نتيجة. لو انتي عندك حبوب هتحطيه على اماكن الحبوب ومش هتحطي كريم مرطب تاني يوم ولا اي حاجة، لو هتحطيه على الحبوب بس مش هتحطي مرطب على اماكن الحبوب خالص، لان الحبوب ما ينفعش تترطب، ولا تحطي عليها سان بلوك، بس تحطي اكراتين. ده لو انتي هتحلي الحبوب.
لكن لو مشكلة غمقان او انت عايزة تقشري بشرتك ورؤوس السودا والحاجات دي، لا هترطبي وهتستعملي الصن بلوك. فبس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تحت تكتبولي اللي انتوا عايزينه الفيديوهات الجاية.